السياسية والاجتماعية ابن رشد من جنيفا. أهلا بك يا دكتور رياض. الكرام، أهلا بك معنا. مرحبا أهلا مرحبا بك. بك وبمشاهديك الكرام. أهلا بك معنا دكتور رياض. لعلك استمعت إلى جزء من الحديث الذي دار بيني وبين العقيد أحمد حجازي، وهو يقول في نهاية كلمته أن الشارع السوري لا يقبل بأي تفاوض مع النظام، وهذه ثورة شعبية إلى الآن، ثورة شعبية ديمقراطية تطالب بالعديد من الاحتجاجات التي انتفض من أجلها الشارع السوري. هل برأيك يعني ما مدى تطبيق ذلك الحديث على أرض الواقع أو بالفعل في جنيف 2 الذي يعد له المجتمع الدولي؟ كما نعرف أن الثورة حتى تنجح في علم الاجتماع السياسي يلزمها 3 عوامل. نعم. نذكر بها بسرعة: راديكالية المعارضة الشعبية ومطالبتها برحيل النظام. ثانيا، تفكك النخبة الحاكمة وانقسامها عن نفسها. ثالثا، حياد الجيش أو خيانته للنظام. هذا حدث بشكل واضح في الثورة التونسية والثورة المصرية، لكنه لم يحدث فيما يحدث الآن في سوريا، لهذا أصبحنا نتحدث عن الأزمة السورية وليس عن الثورة، لأنه أولا الجيش أو أغلبية حكم الجيش قررت الدفاع عن الدولة وعن النظام. ثانيا، تفكك النخبة الحاكمة كان ضعيفا جدا. ثالثا، أيضا المطالبة الشعبية برحيل النظام في الواقع ليست لدينا احصائيات دقيقه لنعرف هل فعلا ان كل الشعب السوري يطالب برحيل النظام ام لا. لانه الان في الجميع يتحدث باسم الشعب السوري، المفهوم هو ان تحدث انتخابات وديمقراطيه وعبر طريق الاقتراع، او على الاقل يعني عمليه صبر ارى علميه لتحديد النسبه بالضبط التي يتمتع بها النظام او تتمتع بها المعارضات السوريه. اخر يعني ملاحظه لي هو انه في القرن 21 لا توجد ثورات مسلحه، انتهى زمن الثورات المسلحه ورفع السلاح وجد دوله، لانه هذه تصبح حروب اهليه، والحروب الاهليه مدمره وقاتله وتدخل في منطقه الحسم العسكري الاكل واقل، وكما سمعت في سياده العقيد يعني انهم مصممون على القتال. فبالتالي اذا علماء السياسه ودبلوماسيين والقوى الانسانيه ستنسحب، ستنافس السلاح فقط يحسم الموقف، ومن ينتصر نقول له برافو وسحالي لا اكثر ولا اقل. ولكن دكتور رياض يعني على ارض الواقع نظام بالفعل يستخدم آلته العسكرية في قمع المظاهرات منذ البداية. بالنسبة لما حدث في سوريا، في الأول لاحظنا تظاهرات سلمية احتجاجية، ثم تحولت كما قلنا في سوريا بعد أشهر إلى تدخل سياسي وعسكري واستخباراتي عالمي. أصبح الجميع الآن مهتم بالشأن الحريات في سوريا، من تركيا إلى الولايات المتحدة إلى فرنسا إلى بريطانيا إلى غيرها. فخرجت سوريا من مفهوم الاجتماع الثوري الدولية والتدخلات الدولية المتشابكة وتسليم الأسلحة إلى أخيه، وهذا ينعكس بالخراب على الشعب السوري الذي يدفع فعلا باهظا ثمن هذه الحرب الكونية والعلاقات الدولية المتأزمة والصراعات الإقليمية على الأراضي السورية. فيبقى الحل حسب رأيي هو السلم، احقنوا دماءكم كما قال بابا الفاتيكان، احقنوا دماءكم يا سوريين، اجلسوا لطاولة المفاوضات، يعني واجدوا حلا وسطا لا غالب ولا مغلوب، وننتقل إلى ديمقراطية سلمية. أما منطق السلاح ومنطق الحرب فهو لن يؤدي إلى خراب ودمار في سوريا لا أكثر ولا أقل. نعم دكتور رياض، يعني إذا ما الذي يمكن الآن أن يمنح عملية التفاوض فرصة حقيقية؟ نعم. للنجاح؟ ما الذي يمنحها الفرصة الحقيقية للنجاح برأيك؟ دكتور رياض؟ دكتور رياض، دكتور رياض، لا يعني سأقول لك سؤال مرة أخرى، يعني ما الذي برأيك يمكن أن يمنح عملية التفاوض التي ستتم في خلال أسابيع فرصة حقيقية للنجاح، وما هي رهانات هذا النجاح؟ أولا، يجب على المعارضة الوطنية في سوريا أن تتخلص من شيء اسمه جبهة النصرة ومقاتلين أجانب وجهاديين واستيصاليين وحروب وقتل ودماء وشباب متعطش للدماء ومرتزق. هذه المعارضة دكتور رياض، دكتور رياض، هذه المعارضة عليها أن تتخلص مما تفضلت به، وعلى النظام عليه أن يتخلص من من؟ النظام يجب عليه ان يفهم ان الان هو زمن الديمقراطيه والحريات، وان يمر ببرنامج واضح
للديمقراطية القادمة في سوريا مع مشاركة المعارضة الوطنية، مع النظر أن الشعب السوري هو الذي يدفع كثيرا من هذه المأساة، فبالتالي لابد من إيجاد حل وسط بين معارضة وطنية تريد الخير لبلادها وليس معارضة ابتزاز ومعارضة خمس نجوم ومعارضة استخبارات أجنبية تريد الشر لسوريا. ويجب أن تحدث هذه الوحدة الوطنية حول مفاهيم الحرية والديمقراطية. هذا نستغفران بالطبع كأي عملية تركيب، حتى بالمعنى الكانتي للكلمة، وعفوا بالمعنى الهيجي للكلمة، هو أنه متناقضان، كل واحد يقدم جزء من التنازلات لنصل إلى حل وسط. الحل الوسط يرضي الطرفين طبعا، ولكن لا يستجيب لكل طلباتهما، هذا بالتأكيد، لأننا دخلنا مرحلة تفاوض، وهنا يعني نحقن دماء السوريين ونكفي ما حدث في سوريا. نذكر الجزائر 10 سنوات وهي خراب وقتل وتقتيل، 200,000 ضحية وأكثر من 100 مليار دولار خسائر مادية في الجزائر. ثم حدثت المصالحة الوطنية والوئام المدني واتفق على وضع حد للقتال وعلى وضع حد للسلاح. هذا نفس الشيء يجب أن يحدث حسب رأيي في سوريا. نعم دكتور رياض، يعني الولايات المتحدة عندما نشرت بالأمس صواريخ باتريوت وإف 16 على الحدود الأردنية، هذا الإجراء أثار حفيظة روسيا التي إلى الآن لم تستطيع الرفض ولم تستطيع الجزم بالصواريخ التي أو صفقة الصواريخ التي هي في طريقها إلى دمشق إس 300. برأيك يعني هذا يعني الصراع هل بالفعل يعني يعبر عن شحذ للمجتمع الدولي بخصوص الأزمة السورية، أم أن بالفعل حسب المحللين الذين يقولون أن واشنطن لا ترغب في التدخل العسكري في سوريا ولكنها تهيئ الأجواء من مغبة الفوضى التي يمكن أن تؤول إليها الأمور وتنزلق إلى حرب إقليمية؟ هل سيناريو الحرب الإقليمية هو أصبح وارد وأصبح قريب الآن وهو السيناريو الكارثي؟ ثم احتمال طبعا الحرب الإقليمية، والسياسة الاستراتيجية لواشنطن هو ما يهم هو الدفاع عن إسرائيل بشكل أساسي ومبدئي، ثم تأمين أبار النفط وتأمين دفق النفط والغاز من دول الخليج. هذه هي استراتيجيتها في المنطقة. طبعا هدفها هو إنهاك وضرب وأضعاف الجيش السوري وتدميره حتى إن أمكن. مساعدتها للأردن تأتي في هذا الاتجاه. وثم أن روسيا لما تقدم صواريخ الأس 300 هذه صواريخ مضادة للطيران. يعني أنا معرفة المعارضة ما عندهاش طيران، وأنه من يريد أن يعربد في الأجواء السورية هو الطيران الصهيوني الذي قصف أكثر من مش. ولكن دكتور رياض، هذه الصواريخ يقال بأنها لديها صفة دفاعية. هذه صواريخ إس أو صواريخ باتريوت لديها صفة دفاعية أيضا. إسرائيل لا يمكنها أن توجه لقوى معارضة أو لدول عربية، هي موجهة ضد التفوق الجوي الصهيوني في المنطقة. فلهذا المتضرر الأول من هذه الصواريخ هو إسرائيل، كما أن إسرائيل هي الرابح الأول مما يجري في سوريا منذ اندلاع الأحداث الدامية. نعم دكتور رياض، يعني لعلك تبقى معي، سأنتقل الآن مرة أخرى إلى سيادة العقيد أحمد حجازي. سيادة العقيد، إسرائيل هي الرابحة من ما يحدث في سوريا، هل تتفق مع هذا الطرح؟ بكل تأكيد إسرائيل هي الرابحة، لأن إيران وإسرائيل وجهان بعملة واحدة، وكل ما يفعله المخطط ما يقوم على تنفيذه الإيرانيون عبر مخططهم مع نشر التشيع ومحاربة أهل السنة في بلاد الشام وفي العالم الإسلامي، جعلهم يتكالبون على ذبح أهل الشام بهذه الطريقة. وكفانا أن يتغنوا بأنهم يقاومون وأنهم ممانعون وأنهم يريدون تحرير فلسطين. تحرير فلسطين لا يكون عن طريق ذبح السوريين الذين هم أبناء الأرض وهم أبناء المنطقة وهم المدافعون الأساسيون عن هذه الأمة. كفانا تسجيلا، يأتينا وكل من كل جانب، من لبنان أو من تونس أو من العراق، من يدافع عن على منابر الفضائيات عن هذا النظام، وكلهم حاقدون طائفيون يتغنون بالقومية وبالوطنية وبالإسلام، وهم من كل هذا براء، هم أبناء مخطط شيعي صهيوني لمحاربة أهل السنة في بلاد الشام وفي العالم الإسلامي. نعم. أئمتهم علنا وبدون خجل وبدون أي حياء، من سوى حزب الله لحد النصر نصر السلطان بشار أسد، سوى العراق، سوى إيران.
كلهم طائفيون حاقدون، قلوبهم سوداء مثل